ولأن ذاكرة رجال الشرطة تحفل بالعديد من الأحداث والمحطات التاريخية، مراسلتنا ريم عيسى تأخذنا لرحلة داخل متحف الشرطة الشارقة والذي يوثق حقبا مختلفة. هنا في متحف شرطة الشارقة مقتنيات فريدة لا مثيل لها تعكس مراحل تطور شرطة الشارقة، فهذا المتحف ذاكرة وطنية وتاريخية تحكي فصولا من الأمن والأمان. ومن هنا كانت الجولة للتعرف على تفاصيل عنوانها توثيق شرطي بالزمان والمكان لأكثر من 60 عاماً، فبمجرد دخولك إلى المتحف ستجد بعضاً من ملامح المكان في ذلك الزمان، لكل منها قصة وحكاية. صور لقادة الشرطة السابقين إلى يومنا الحالي، وأول خطاب لتأسيس وتنظيم شرطة الشارقة، وأول مركبة لأول قائد للأمن العام لشرطة الشارقة البريطاني جون برينز، وتعود إلى 60ات القرن الماضي. أقدم سيارة اللي هي من نوع ميني موك، طبعا صغيرة الحجم، كانت تستخدم أول ما استخدمها اللي هو القائد البريطاني برينز، كان يستخدمها في ذاك الحين في التنقل البسيط من مكان إلى آخر. مركبات تقريبا اللي هي مساحتها لا تزيد عن 2 متر طول، وأيضا بالنسبة 1.5 متر عرض. وفيه أيضا تتعرف على بداية رحلة الأمن في البلاد مع المطارزي بزيه القديم، وهو الشرطي الذي نعرفه اليوم، مع تسلسل مراحل زيه الرسمية كل في موقعه واختصاصه. زي الشرطة كان طبعا اللي هو سابقا أول ما بدأ بزي اللي هو زي المطارزي، يمثل اللي هي الكندورة، وأيضا اللي هو المحزم، واللي هي السفرة، اللي وأيضا بالنسبة لي وكان طبعا يستخدمون اللي هو السلاح يا السكتونة والصمعة قبل، بالنسبة لي الحراسة، بالنسبة لي العمل الأمني، هاي بداياته. بعد حقيقة بتأسيس شرطة الشارقة ظهر أيضا بالنسبة لي اللي هي الزي الرسمي. كما يحتضن المتحف بين جنباته مقتنيات أخرى تمثل كنوزا بين الماضي والحاضر، كأسلحة متخصصة لأكثر من 80 عاما، وأجهزة الاتصال اللاسلكي القديمة، وأدوات كشف البصمات والعملات المزورة، إضافة إلى أختام رسمية معتمدة، وجوازات ولوحات ورخص قيادة منذ إصدارها حتى اليوم. هذا تسلسل اللوحات واللي من تأسيس شرطة الشارقة لحد الآن. في أيضا بالنسبة للوحات اللي هي خاصة بالدرجات النارية، مثل ما تلاحظون أصغر حجما، رخص اللي هي القيادة أول ما بدأت ورقية، مثل ما تلاحظون الصورة الورقية كانت تستخدم أول استخداماتها، بعدها تسلسلت من ناحية اللي هي الدفتر. متحف شرطة الشارقة محطة يقف عندها التاريخ، وفخر لرجال الأمن كل في موقعه، وإضافة حقيقية لجهودهم، وتعريفا مميز لتاريخهم المشرف في حماية الجبهة الداخلية ونشر الأمن والأمان. ومن الماضي ننطلق للمستقبل الذي تعمل القيادة العامة للشرطة الشارقة لاستشرافه عبر رؤية مستقبل الحالة الأمنية لعام 2030، وذلك بمشاركة 25 جهة حكومية بالدولة تمخضت عن تحديد 6 مجالات لاستشراف 29 قضية محورية. ومع احتفالها اليوم بمرور 50 عاما، نرصد أبرز ردود الفعل حول اليوبيل الذهبي لشرطة الشارقة، والبداية من وكيل الوزارة الداخلية سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار الذي قال: إن التطور الذي يلمسه الجميع في أداء القيادة العامة لشرطة الشارقة والطفرة التقنية والبشرية التي طرأت على أداء أجهزتها كافة قد انعكست على مستوى الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة للجمهور. بدوره قال القائد العام للشرطة أبو ظبي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي: إن ما حققته شرطة الشارقة خلال مسيرة 50 عاما من الإنجاز والريادة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وتعزيز الدور المجتمعي يعتبر إنجازا لكل منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية. كذلك أشار اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي لنجاح مسيرة الشرطة، حيث قال:
نصف قرن من مسيرة الشرطة الشارقة التي تعج بالإنجازات والحكايات تكللها الجهود المتواصلة على مدى جيلين كاملين يشهدان الآن محطة التحول التي طرأت على دولتنا العزيزة.